السؤال رقم 31. The correct statement regarding postmenopausal bleeding. Hysteroscopy is a useful diagnostic tool. The most common cause of bleeding is endometrial cancer. The sonographic measurement of endometrial thickness is not useful. Benign causes of bleeding are rare. ولا colposcopy is not useful. طيب حاجة صح عن postmenopausal bleeding. هي أول واحدة دي مفيدة إنك تبص جوه الرحم، دي ممكن تعرفنا إيه السبب. أشهر سبب endometrial cancer ما ظنش يعني هو أهم سبب لازم تفكر فيه، إنما ممكن يكون حاجات كتير، ممكن يكون أتروفي، ممكن يكون فايبرويد، ممكن يعني مش بالضرورة. Sonographic measurement of endometrial thickness is not useful. والله يا رخمة، يعني هو السونار لو قال ان الثيكنس اعلى من 4 ملي this is actually useful في انك مثلا تبدا تشك اكتر في الاندوميتريال كانسر، ولكنه يعني مش عارف. benign causes bleeding are rare. benign لا مش rare ولا حاجه. colposcopy is not useful. colposcopy مش useful دي حقيقي. طيب فانا كده شاكك ما بين الاولى ورقم سي، بس انا بقول انه الاولى افضل يعني. تمام، يبقى الهيستيروسكوبي فعلا يوسفل دايجنوستيك تول. اهو فعلا زي ما قلت لكم الموست كومن كوز هو الاتروفي، انما الاهم هو الكانسر. اذر كومن كوزز الهايبربلاجيا، البوليبس، السبميوكوس لايمايوماز. لو الثيكنس اعلى من 4 ملي يا سلام يا سلام، الراجل اللي كاتب الاكسبلانيشن بيقرا دماغي. لو سيكنس اعلى من 4 مللي ساعتها تحتاج بايوبسي. اندوميتريال سامبلنج برضه مهم. ماشي. اندايركت هايبربيليروبينيميا از ا فيتشر اوف اول ذا فولوينج اكسبت. طيب نسال الاول نفسنا، هو الاندايركت ده بيعلى امتى؟ لما يحصل هيموليسيز، يعني انت هتدور على اي حاجه تعمل هيموليسيز. ففي دول جالاكتوزيميا، بريست ميلك جوندس، ABO incompatibility، كريجلان نجار، وكونجنتال سيروسايتوسيس. تمام، كله ما عدا الجالاكتوزيميا، كل دول يعملوا هيموليسيس. بريست ميلك جوندس، ABO incompatibility، كريجلان نجار، كونجنتال سيروسايتوسيس. تمام. فعلي الاندايركت ايه؟ بيليروبين. ماشي، او الانكونجيجيتد بيليروبين. كريز ريدكشن اوف كلينس وانتروبيتك سيركيليشن. ماشي ماشي. Carcinoma in situ of the cervix precedes invasive for an average period of a. Carcinoma in situ. أنا سرحت والله. سرحت في الموضوع كده وأنا بتفرج على السؤال. تقريبا قبلها بسنتين مثلا، 10 سنين. واو. The risk of cancer in women being asked to attend for annual SMEs after treatment of CIN remains elevated for at least 10 years. Oh, okay. Invasive cancer of the cervix after treatment for cervical is becoming more important. Screening بيقلل incidence of invasive disease. Women should be encouraged to preserve with annual SMEs for at least 10 years after their treatment, as this may offer them the best chance of detecting recurrence. حلو. خلاص يبقى 10 سنين الكارسينوما ان سايتو يسبق مرحله الانفيجن ب 10 سنين. ماشي تمام. وجايب لك بقى بعض المعلومات الثانيه، اتش بي في مش عارف ايه الى اخره. نشوف اللي بعده. عندك عيان عمل سونار في الاسبوع، عيانه عملت سونار في الاسبوع ال 20 من الحمل، بتتصل بيك بعد العمل سونار، لان اثناء البروسيجر الراديولوجيست commented that she has several fibroid tumors في اليوترس. فانت بقى كطبيب النساء الخاص بيها، فانت بتبدا تقول لها كل هذه الكومبليكيشنز ممكن تحصل ما عدا. طيب الديجنريشن يحصل، مال بريزنتيشن يحصل، بري تيرم ليبر يحصل، بروجريشن تو لايما ساركوما لا ما يحصلش، صعب جدا جدا، وقلنا نسبته اقل من 1%. ماشي. السؤال اللي بعد about كرنكترس، all are true except. تمام، حاجه غلط عن الكرنكترس،
حاسس ان السؤال ده اتكرر. due to permanent damage of the cells of the basal ganglia ممكن occur if unconjugated bilirubin is very high. صح. is characterized by increased irritability in early stages. تقريبا هي دي مش عارف. causes deafness in survivors were treated by phototherapy alone. طب هي الاخيره دي اللي غلط طبعا لازم الفوتوثيرابي لوحده مش كفايه. تقريبا بندي فينوباربيتون كان اسمه ايه فينوبارب وخلاص لانه بيساعد او اكسشينج ترانسفيوجن اهو فينوباربيتال. ممكن نستخدم اكسشينج ترانسفيوجن لو الليفل كان اعلى مش فاكر من 20 رقم كده. المهم يعني ان هي حاله خطيره حاله جاده ما ينفعش معاها انك تكتفي بالفوتوثيرابي فقط او الحضانه فقط. لازم طبعا تاخد اكشن اقوى من كده. all are true about bilirubin except طب هنعمل ايه دي الرخامه. ماشي ممكن نعمل كده عشان نشوف بس الاختيار. طبعا انا كده خلاص عيني لقطت الاختيار بس ماشي. كل ده صح عن البيلروبين ما عدا الانكونجوجيتد بيلروبين بيعدي بلاب برين بارير وهو اللي بيعمل الكرانكترس اللي احنا لسه شايفينها في الحاله اللي قبلها. كونجوجيتد بيلروبين از ووتر سوليبل اند اكسكريتد ان يورين. صح هو ده اللي بيعمل دارك يورين. RH incompatibility بيزود الاندايركت. صح لانه بيعمل هيموليسيس والهيموليسيس بيزود الاندايركت. The excreted conjugated bilirubin is responsible for stool color. صح هو ده اللي بيعمل actually no yes مش متأكد. Normally the direct conjugated bilirubin constitutes more than 60% of total bilirubin. الدايركت اكتر من 60%. لا غلط هي اخر واحده دي الغلط. ليه بقى بغض النظر يعني انا كنت عيني لقطتها لان هو بي كام ده 2% 20% 20% فقط ولا 2 من 10 يعني 20% هي 20%. انت عندك البيلروبين توتال بيلروبين المفروض اخرك واحد تمام 8 من 10 منهم يكونوا اندايركت و2 من 10 يكونوا ايه دايركت. هي نسبه ايه 20% 2 من 10 هي 20% تمام. فبالتالي ذا دايركت كونجكت بيلروبين حوالي 20% تمام تمام تمام. واحده ست عندها 35 سنه is worried about an abdominal mass that has grown over the last 6 months and a similar length history very heavy menstrual bleeding with no intermenstrual bleeding. ماشي يعني واحده ست عندها 35 سنه بتقول لك في حاجه كده في بطنها زادت في اخر 6 شهور في الحجم. في نفس الوقت كانت الدوره شديده. اتفضلي كملي. وانت بتكشف عليها النوبلي ماس ما اعرفش ايه نوبلي دي وصف غريب. المهم في ماس كان بيفلت ان ذا ميدل لور كوادرنت وضل تبركشن اللور ايدج بتاعها از نون بلبول شي از اذروايز ويل. فهو بيقول لك بقى ايه موست لايكلي اللي سبب الكلينيكال فاينكس. دي جت قبل كده صح بس كانت الاختيارات مختلفه كان فيها ساعتها سيكل كارسينوما يعني فبس كانت شبيهه بهذه الكيس. المهم يعني واحده ست عندها 35 سنه 6 شهور ماس كبرت و very heavy menstrual bleeding very heavy menstrual bleeding. الكلام ده فين في الميدل لور كوادرنت ودلت بيركشن. انا هروح مع الاوفاريان فايبرويد. صح انا ليه دماغي ما راحتش الفايبرويد. تسرع الفايبرويد بس يزيد بسرعه كده في 6 شهور. هو طبعا يقينا يعمل فيري هيفي منست بليدنج يقينا. انما زيادته السريعه في الحجم دي ما كنتش عارف انها ممكن تحصل. ماشي مع الميدل لور كوادرنت خلاص. طب ليه مش اوفاريان؟ يا ريت لو تقول لي ليه مش اوفاريان. مش كاتبين بس يعني غالبا لان الاوفاريان مش هيعمل بليدنج قد ممكن يعمل ايمنوريه ممكن يعمل لا ممكن يعمل بليدنج والله بس ساعتها هتيجي الماس مش هتيجي في الميد لور كوادرنت لازم هتاخد جنب من الاثنين يا يمين يا شمال الاوفاريس يا يمين يا شمال تمام. السجمويد برضه نفس الكلام لازم هياخد الجنب الشمال فقط. جاستريك هتبقى فوق شويه وان كانت ميدل لور كوادرنت يعني ها
بس يعني كانت هتبقى فوق وما كانتش هتعمل فيري هيفي منسترا بليدنج. ورينا السيركس ان هما كانت هتاخد جنب يا يمين يا شمال، فخلاص حلو ماشي، سؤال منطقي ماشي. راجل عنده 40 سنه جايب بالبيتيشنز اي سي جي زي ما انتم شايفين، بلاد بريشر 80 50 هارت ريت 130 ساتوريشن 93 تعمل ايه؟ طيب اولا هل هو ستيبل ولا ان ستيبل؟ انت ممكن بسرعه كده يعني هو ان ستيبل، يعني انت بتفكر يا دي فيبريليشن يا كارديو فيرجن. بنسبه 90% باللي انا شايفه من الاسئله دي معظم الحالات هتبقى كارديو فيرجن الاجابه الصحيحه، تمام؟ لكن خلينا نبص لربما تكون الدي فيبريليشن. هي انا بصيت خلاص على الاجابه هي كارديو فيرجن صح. ليه بقى؟ انت دلوقتي الدي فيبريليشن ده تعمله في حاله البولسلس في تاك والفي فيب، دي مش كده، دي في الغالب اتريال فيبريليشن. ليه؟ لان هو الريجولار الهارت ريت عالي ونار كومبلكس ودي فيبريلاتري ويفز. خلينا نتاكد بس، اي دي اتريال فيبريليشن محترمه جدا، في فلتر كمان مش مشكله بغض النظر عن الفلتر اللي موجود، اه في فعلا فلتر اهم، بس في اتريال فيبريليشن في نفس الوقت. فبالتالي الحاجات دي لما بتبقى الريجولار بنستخدم ايه؟ الكارديو فيرجن. طيب بيقول لك كل من هذه الحاجات اللي هي are differential diagnosis for sudden chest pain without shock except كل هذه الحاجات تعمل sudden chest pain without shock ما عدا، يعني انت بتدور على حاجه بتعمل sudden chest pain مع شوك، tension pneumo massive PE massive PE ممكن يعمل والله massive myocardial infarction flat chest none of the above. طيب الفليل تشيست، فليل تشيست ايه ده ازاي يعني is none of the above sudden chest pain without shock except. طب ده يعمل sudden chest pain ويعمل shock، massive pulmonary embolism تعمل sudden chest pain تعمل shock without shock. تنشن نيمو، هو تنشن نيمو بيقلل بلاد بريشر لو ضغط على الفينا كيفا، فلو في الجنب التاني ممكن ما يعملش شوك. ماسيف بالمونري امبوليزم تعمل شوك يا اخي، وممكن تعمل طبعا سادن شيست بين. ماسيف ام اي تعمل شوك وتعمل شيست بين. الراجل ده الراجل انا مع الراجل ده اللي بيقول ان الكوريكت انسر نان اوف ذا اباف، بس ثانيه واحده، فليل تشيست، الفليل تشيست تعمل سادن تشيست بين وما تعملش شوك. هي دي انا بتقالي هي دي اللي صح. كارديوجينيك شوك اكيرز ان ايه بقى؟ كارديوميوباثي انكلود ام اي اوبستراكتيف شوك ماشي انجزني بالمون امبليزم وتنشن نيم. في الفليل تشيست شوك ووز ديتكتد فيها في 41%، يعني المعلومه دي حلوه، المعلومه دي جميله. باقي الحاجات انا يعني كانت منطقيه، بالمونري بليزم تنشن نيمو الاثنين دول يعملوا ستراكت شوك، والكارديوجينكس شوك طبعا مع الام اي. انما الفليل تشيست دي جديده ونوعها اوبستراكتيف ماشي، غريبه شويه بس ماشي. هو اصلا في الاخر ما اختارهاش، اختار ماسيف ام اي which is very wrong طبعا يعني ماشي. Signs and symptoms of moderate VSD include all except tachypnea or dyspnea, feeding difficulties, slow growth, higher risk for pulmonary infections, ولا central sinus. طيب انا بتاعت pulmonary infections دي مش عاجباني، لا خليها تعجبك. central sinus ما لو بيعمل سينيسيس في بريفرال يعني مش عارف. congenital heart disease هتقسمهم لي بقى cyanotic صح ماشي، بس يعني ده تقسيمه كايرلي وكليت على اساس ان دول ال VSD وال PDA وال ASD الحاجات دي بتعمل cyanosis بس متأخر. طب خلينا نقرا اللي هو هيقوله. congenital heart disease ممكن نقسمها سينيتيك ونون سينيتيك.
and cyanotic and acyanotic with the cyanotic with acyanotic conjugates are subclassified. الacyanotic بعد كده تقوم مقسمه ل shunt lesions و obstructive lesions. فدي shunt lesions ودي obstructive lesions. حلو قوي. وبعدين بقى انا مالي مال ده كله مش عارف ايه VSD definition defect مش عارف ايه. طب الموضوع كبر بهوى مني ومش مشكله. فهو طبعا هي انا بالنسبه لي اجابه central sinuses مقبوله ليه؟ على اساس ان ال VSD ASD PDA الجماعه دول بنسميهم late sinuses او late cyanotic diseases. انما الايرلي cyanotic اللي هم الجماعه اللي بيبداوا من 5 تي. فبالتالي حته central sinuses ممكن مثلا ما نشوفهاش مع ال VSD او على الاقل في البدايات. يعني ده اللي في بالي والله اعلم. In hypothyroidism all are true except يعني حاجة غلط عن الهايبوثايرويدزم. ممكن تكون سبب autoimmune thyroiditis. There is weight loss and diarrhea. There is mental and physical sluggishness. Treatment is by L-thyroxine may lead to mental retardation.